شروق شمس بيعلن بداية يوم جديد، يا رب اليوم ده يكون كله خير وبركة ويعدي بسلام وصحة على كل حد فينا. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي. زي ما حضراتكم متعودين ان الحلقة بتاعتنا بتكون مقسمة لثلاث فقرات، وهي بتكون لمدة ساعتين على الهواء مباشرة. اول فقرة معانا بتكون الفقرة الإخبارية اللي بنتكلم فيها عن أهم وآخر الأحداث والأخبار اللي حصلت مؤخرا، وكمان بنتابع فيها نشاط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الفقرة الثانية بتكون الفقرة الصحفية، بنقرأ فيها أهم المنشطات اللي بتتصدر للصحف المصرية، بنحلل كمان هذه المقالات. والنهاردة هتكون ضيفتي في الاستوديو الكاتبة الصحفية دكتور مريان جرجس علشان تحلل معانا هذه المقالات. فقرتنا الثالثة والأخيرة هنتكلم فيها عن إخواتنا ذوي القدرات الخاصة، هنتكلم عن مشاركتهم في الحياة، إيه اللي إحنا محتاجينه منهم، لأن أكيد هم ليهم دور وإحنا محتاجينه في المجتمع، وكمان إيه اللي هم محتاجينه مننا. هنتكلم في كل ده مع ضيفي اللي هينورني عبر الهاتف، دكتور علي عبد الراضي، استشاري التحليل والتأهيل النفسي. بس قبل كل ده مشاهدينا الكرام، هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية.